الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين، إلى يوم تدعى كل أمة لكتابها ويسوى بين عجم الأمة وأعرابها يوم تخرس الألسنة عن إعرابها. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته. العلماء هم أعلام الهدى ورجوم العدى، هم أهل الفضل والسيادة والشرف، المانعون للناس من الوقوع في الهلاك والتلف. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يفني بيوت العز والكرم. وجودهم بيننا خير وبركة وأمان، وموتهم محق للبركة وحلول للخسران. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. عن أبي جناب قال: قلت لسعيد بن جبير: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: هلاك علمائهم. فخالط رواة العلم واصحب خيارهم، فخلطتهم زين وصحبتهم غنم، ولا تعد عيناك عنهم، فإنهم نجوم إذا ما غاب نجم بدا نجم. وللعلماء علينا التزامات وحقوق، الوفاء بها بر وعدم الوفاء عقوق. فمن صور بر العلماء وعدم عقوقهم إجلالهم وإنزالهم المنزلة اللائقة، والتأدب معهم والمخاطبة بالألفاظ الرائقة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من إجلال الله إجلال ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه، وإجلال ذي السلطان المقسط. ومن صور بر العلماء وعدم عقوقهم حماية جنابهم من عبث العابثين، وصيانة أخلاقهم من هتك المتهتكين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال ابن عساكر رحمه الله: اعلم رحمك الله أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، فمن تعرض لأحد منهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. ومن صور بر العلماء وعدم عقوقهم عدم إنزال كلامهم منزلة القرآن، فكلامهم حق دوما لا يعتريه سهو ولا بطلان، هذا من الغلو والتقديس، ولا يفعله إلا الرعاع المفاريس. لما نزل قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في اليهود والنصارى، جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا فأسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما عبدناهم يا رسول الله؟ قال: ألم يحلوا لكم الحرام فأطعتموهم، وحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتكم إياهم. قال مالك رحمه الله: كل راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صور بر العلماء وعدم عقوقهم تفقد أحوالهم وتلمس حاجاتهم، فعلمهم ومكانتهم يمنعانهم من السؤال، وقد ألجأتهم إلى الحاجة ظروف مختلفة وأحوال،
كان ابن المبارك رحمه الله من كبار العلماء والمحدثين، وكان غنياً موسراً ينفق على العلماء وطلاب العلم. يذكر أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كان يكفل جماعةً من العلماء والدعاة إلى الله في أنحاء متفرقةٍ من العالم الإسلامي، وهم لا يعلمون مصدر هذه الكفالة، فلما توفي انقطعت عنهم، فعلموا أنه كان ينفق عليهم سرًا من خاصة ماله رحمه الله. عباد الله، برُّوا علماءكم أحياء قبل دنو الأجل، فهذا والله من خير العمل. وصلى الله وسلم على محمدٍ ما طلع نجمٌ وأفل. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. قبل بضعة أسابيع يسيرة توفي أحد كبار علماء العالم الإسلامي، كان فقيرًا متعففًا رحمه الله تعالى، باع بعض كتبه من أجل سداد فواتير الكهرباء والماء، وما زلنا إلى يومنا هذا وسيبقى الناس ما تعاقب الملوان وتناوب الجديدان وهم ينهلون من علمه. واتصل بي قبل بضعة أيام أحد الأساتذة الجامعيين ممن درس في بلاده وفي بعض البلاد العربية، ألجأته الظروف القاسية في بلاده لأن يكون غريباً نائياً عنها، لكن كونه قد بلغ من الكبر عتياً لا يستطيع أن يعمل، فقال لي: أريد أن أعمل ولو كنت حارس بناية. هذا وأمثالهم الكثير في هذه البلاد وغيرها من أصقاع الدنيا بحاجة إلى تلمس أصحاب الأموال والمحسنين والجهات الحكومية والأهلية في وقف يعنى بالعلماء يسمى وقف العلماء، وهذا والله من خير العمل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، كلمة نوجهها لمن يتابع من الجهات الحكومية والأهلية في ضرورة تتبع حاجات العلماء، وهي موجهة إليكم في ضرورة تلمس هؤلاء العلماء، فخيرهم باق ويجب أن نقوم عليهم. نسأل الله عز وجل أن يلطف بهم على كل حال، وأن يبلغهم من الخير والفرج منتهى الآمال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحم المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وارزقهم البر والتقوى. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.